فاش كيكون كيقرا معاك ولد المدير؟ فاش كتعطل؟ السلام استاذ. ياه طلع لي في دغاس حمق دغاس وما شافنيش. استاذ اسمح لي نقدر ندخل؟ تعطلت لحقاش كنمشي عليا الطوبيس وبقيت تابعو تنجري هو يشوفني واحد الكلب غادي تنجري هو يتبعني وبقيت غادي عاوتاني تنجري هو تابعني تيجري صافي هو نتعكل طحت هو يتلاح لي وضحان هو يبغى يحيد لي رجلي حتى كنعدي لي رجلي جاب لاخ دا الفرده الاخرى ديال السبرديله وهاد الفرده شديتها في يدي باش ما يديها ليا حتى هي صافي يا استاذ داكشي حالتي كربني ها ولي شحال شي بوهالي ولي شحال الهبيل صافي يا استاذ هادشي اللي كاين نقدر ندخل اسمح لي يا استاذ عندنا واحد البلاصه ساكن فيها وديما في ما يسوقوني كلاب كيتبعوني سيجي بي بلا ما تطبخ لي راسي بهاد القصص الخاوين ديالك انت ديما تابعينك الكلاب او هاد الكلاب عندهم ما يدار يتبعوك حتى سيجي بي وما تبقاش مسطع لي راسي انا ماشي سوقي موت طردك وقع لك اللي وقع المهم هو تجيني في الوقت يلا الله يحشوم عليك يا استاذ كتشوف حالتي كي دايره وكتقول لي سيجي بي مالك ما كتشيقش مالك بلاتي ما تشيقتينيش انا نروح واحد اللعيبه وفاش ود المدير كيتعطل لا غاداش عطينا اي تجد او موبا ايكريك بونجور استاذ كومون فاتي سافا وي الحمد لله ولدي حسام انت هاني مزيان ياك لاباس ديزولي استاذ لحقاش تعطلت لحقاش ماما هي اللي تعطلت في الفطور كانت دارت ليا كاس ديال العصير وبتيت كرواسون وفخوماج وصافي تعطلت هو يجيبني بابا بلا فواتير وكيسلم عليك بابا دابا في الاداره ماشي مشكله ولدي حسام عاد كتسولني انت بلا ما تسولني بقى تجي واخا تجي معطل تجي تسالي الحصه دخل تفضل قسمك مزيان تبارك الله لا ولدي حسام ما تبقاش تسولني شوف علاش حدبتي راسك اصلا جيتي كان عليا انا نجي عندك نقريك تما شوف هاد المره دخلت عليك بالله تتفطر في خاطرك الا ما بغيتيش تجي ما شقاتلكش تجي انا نجي عندك تما صافي ولدي حسام نجي عندك حتى الدار ونقريك ميرسي بوكو استاذ سي جونتي ربي يخليك مهم غادي نبداو الدرس غادي نعطيكم الاسئله واللي جاوبني غلط عنده ناقص 10 نقاط لان هادشي راجعتو معاكم يلا نبداو السؤال الاول 3 زائد 3 كم تساوي استاذ بلاتي سكات ولد المدير الغزال الزويون المواضيب المشاهد غادي يجاوبنا يلا يا ولدي تفضل 3 زائد 3 كم تساوي 7 استاذ حسن جدا زائد 10 نقاط استاذ ولكن راه عنده خطا راه 3 زائد 3 راه كتعطينا 6 ماشي 7 راه زادوا فيها واحد الحمار واش ما فراسكش وانت اصلا راك حل عفتك شكون اللي قال لك جاوب ها تتنقص عب بوحدك بلا اذن عندك ناقص 10 نقاط نوريك ما كنتش تشوف فيا ما عجباتكش لا حسن اجي ضربني دخلت عليك بالله تجي تضربني شتي على هاد الشوفان ناقص 20 نقطه انا نوري امك كاس والاخر حمار عاود شوف فيا الله يمك تنسقطك مسخ المهم ندوزو السؤال الموالي ما هو اسرع حيوان عرفتو استاذ تبارك الله صلى عندي ولد المدير هو اللي عنده فيكم الحماس ديال المشاركة على هاد المشاركة ديالك عندك زائد 20 نقطة يلا جاوب ولدي ما هو أسرع حيوان هو الفكرون حسن جدا هو فكرون شدران زائد 10 نقاط ولكن أستاذ الفهد هو أسرع حيوان قولا كنهرس وصافي الله يهرس لمك الجناب انت قلت لمك اصلا ما تبقاش تجاوب بلا اذن المسخ الاخر ناقص 90 نقطه
ومسخ الاخر. ندوزو السؤال الموالي. 90 مقسومة على 2 مضروبة في 16 زائد 90 زائد 360 مقسومة على 70 جذر مربع إكغيك إكس مربع كاري دبل زيرو 5 شحال تساوي؟ سكتو حتى واحد ما يجاوب. جاوبني انت اللي فيك تنقاز. يلا جاوب. ها تا 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 كتولد ها جاتك اللقوة. يلا جاوب المسخة. تعرف تنقص على الزملاء ديالك ملي يكونوا كيجاوبوا. حمار الاخر لحقاش كسول ما تقدرش تجاوب لحقاش حمار. السؤال ملي كيتوجه ليك ما كتعرفش تجاوبه. واصلا استاذ هذا السؤال اللي عطيتيه ليا صعيب غتبغى راسك عقلتيه من راسك ما عرفتش تجاوب. ما ولد المدير من الصباح حتى كتعطي الاسئله الساهلين كنبغي نجاوب انا كتقمعني. واحد انت حمار انت مكلخ انت عقلك فيه الكياس كتاكل تبن. شوف تبارك الله سلام عنبي ولد المدير كيفاش غادي يجاوب. ها انت لاحظ ولدي حسام 3 زائد 2 كم تساوي؟ عرفتها الجواب هو تساوي يد. يد الجواب صحيح حسن جدا. يد فيها 5 اصابع اذا الجواب هو 5. احسنت. شوفوا تبارك الله صلى عمبي عندك زائد 100 نقطة. صافي ولدي التنازح ما تبقاش كاع تجي. تبارك الله صلى عمبي الشي الحمار. ولكن استاذك انت عاطل باقي كتقول ولكن. واش شفتي هاد الذكاء كامل ديال ولد المدير وباقي كتعارض؟ عرفتي شنو غادي دير؟ جمع قشاوشك وخرج عليا مسخ الاخر. وصافي انا غادي خارج اصلا الحصة ديالك طلعت لي في راسي انت فيك الفرزيات ولكن انا غادي نوريك ها بلاتي. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من الخير بارطاجوا الفيديو مع أصحابكم حقاش هادشي ما صالحش معنا ديال السلام عليكم تفاح. المهم بارطاجوا الفيديو مع أصحابكم ديروا لايك وكومنتير وسبسكرايب وتهلاو.